بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أولى حلقات برنامجكم المفضل وابتدأ المشوار. الحقيقة النهاردة احنا عندنا البرنامج بيناقش قضية هامة جدا، وهو دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني للدولة. الحقيقة طبعا لا يمكن ننكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير جدا في تنمية اقتصاد الدولة، لأنها بتساعد على توفير فرص عمل، بتساعد على تقليل أو المساعدة في حل أزمة البطالة، بتساعد على تنمية المهارات، وبالإضافة أنها بيكون المخاطر بتاعتها قليلة يعني بالمقابل للشركات الكبرى. ومن هنا كان طبعا دور رجال الأعمال المصريين الوطني في مساعدة الأسر المنتجة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى هذه الأسر. الحقيقة البرنامج اليوم بيتكلم عن مبادرة مهمة جدا جدا، وهو تطبيق مشروع ديليفري. المشروع ده بيتكلم عن ان احنا نقدر نساعد الاسر الصغيره ونساعد الاسر المنتجه في مشروعاتها الصغيره والمتوسطه. كان في مبادره هامه جدا قام بها صاحب المبادره، كان رجل الاعمال المصري ابراهيم اصلان، قام بعقد بروتوكول تعاون مع السيده عبير سليمان رئيس مجلس اداره مؤسسه الحلم العربي للعمل الانساني والتنميه المستدامه. هذا البروتوكول يقتضي بتطبيق مشروع ديليفري لمساعدة الأسر المنتجة في توصيل منتجاتها، الحقيقة توصيل منتجاتها داخل جمهورية مصر العربية، داخل كل المحافظات، بالإضافة كمان إلى توصيل هذه المنتجات إلى بعض الدول الغير عربية والدول العالمية. دكتور إبراهيم أصلان هو رجل أعمال مصري، هو مغترب في المملكة العربية السعودية منذ 15 عام، يعمل في مجال الإنتاج والإخراج التلفزيوني، أقام وعمل أعتقد عدة أعمال فنية كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، منها أعمال دينية، وبحسه الوطني قرر أنه يقوم بعمل هذا المشروع علشان خاطر يقدر يساعد الأسر المنتجة. طبعا إحنا كلنا عارفين أن رجال الأعمال ليهم دور كبير جدا ووطني لمساعدة الاقتصاد ومساعدة الحكومة المصرية، لأن الدولة الحقيقة قامت بمجهود كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، وإحنا كلنا عارفين بعد تداعيات جائحة كورونا وبعد أزمة كورونا الحكومة المصرية عملت دور كبير جدا طبعا اتجاه العمالة المتضررة واتجاه العمالة الغير منتظمة، لكن كل ده طبعا يعني احنا نشكرهم طبعا ونوجه ليهم كل التحية، لكن في الوقت الحالي ممكن نقول ان هو مش كافي. احنا نحتاج ايضا الى رجال الاعمال المخلصين ان هم يساعدوا الاقتصاد الوطني، ان هم يساعدوا الحكومة المصرية في ايجاد فرص عمل للشباب. وكان واحد من رجال الاعمال كان دكتور ابراهيم بحسه الوطني، عمل دراسة كويسة جدا وبحث مستفيد، انا قرأت البحث كله بصراحة، و في نقاط مهمة جدا ونقاط متميزة في هذا البحث ازاي ان احنا نقدر ان احنا نساعد الاسر المنتجة. طبعا احنا في كل دولة من الدول العربية في اسر منتجة، احنا في مصر هنا عندنا عدد الاسر المنتجة حوالي فوق 2 مليون بزيادة سنوية 11 و12 ألف، فطبعا عدد كبير جدا. في كل دولة عربية في أسر منتجة، وفي أسر شهداء، وفي أسر السجناء، وفي أسر الأرامل، وفي المطلقات، وفي المرأة المعيلة. كل دول محتاجين بصراحة إن احنا نساعدهم. احنا هنا في مصر الحمد لله الدولة بتنظر بعين الاعتبار لكل هذه الفئات، وطبعا احنا عندنا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية قام بدور كبير جدا اتجاه هذه الاسر. وطبعا احنا كلنا عارفين ان في معارض بتقوم كل فتره قليله جدا، يعني كل اعتقد كام شهر معرض، ومنهم اخرهم كان معرض ديارنا، وفي اول امس كان معرض في اسوان لعرض منتجات الاسر الصغيره والمتوسطه لرفع مستوى المعيشه لهذه الاسر. طبعا احنا عارفين ان المنتجات بتبقى عباره عن ايه،
بتبقى عبارة عن كل المنتجات اليدوية، السكاد، الكليم، المفروشات، الاكسسوارات، الجلود، الصدف، الرسم على الخشب، الرسم على الزجاج، عندنا برضو الأباجورات بالملح بكل أشكالها، عندنا يعني مشروعات الصغيرة والمتوسطة، لست وقائمة طويلة من هذه المشروعات ومكملات الديكور اللي ممكن بتساعد جدا في تنمية الاقتصاد الوطني. طبعا كلنا عارفين ان المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة هي عصب الاقتصاد في اي دولة، سواء كانت دولة يعني دول نامية او دول متقدمة، ولكن زي ما قلنا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة الميزة اللي فيها ان المخاطر بتاعتها بتكون قليلة بالمقابل بالشركات الضخمة اللي اقتصادها ورأس مالها بيكون كبير، فبيكون دايما المخاطر على مقابل رأس المال، كل ما رأس المال بيكون كبير بيكون أيضا المخاطر بتكون كبيرة جدا. لكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة زي ما قلنا برضو من مميزاتها ان ممكن العاملة نفسها انها بتتدرب، يعني صاحب المنتج نفسه ممكن انه ينمي من مهاراته في كل فترة وينمي من المنتج بتاعه. عايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان الميزه في المشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر ان طبعا ان احنا ممكن نعقد ورش عمل في كل فتره وبنعمل دورات تدريبيه لتنميه هذه الاسر، وطبعا بتدخل ارباح كبيره للاقتصاد الوطني وتساعد ايضا على رفع مستوى المعيشه لهذه الاسر. طبعا احنا هيسعدنا النهارده ان احنا هيكون معانا مداخله تليفونيه من صاحب المبادره وصاحب المشروع دكتور ابراهيم اصلان علشان يكلمنا باستفاضه ويجيب على كل الاسئله حول المشروع، لان زي ما قلنا اي مشروع بيكون فيه تحديات بيكون فيه صعوبات، احنا عايزين بقى نتعرف منه ايه هي التحديات اللي واجهته، ايه هي الخطوات اللي قام بها فعلا على ارض الواقع لتنفيذ هذا المشروع وهو تطبيق ديليفري لتوصيل منتجات الاسر المنتجه للعالميه، لتوصيلها طبعا لكل المحافظات في جمهوريه مصر العربيه وتوصيلها يعني سواء لتوصيلها في جمهوريه مصر العربيه وتوصيلها في الدول العربيه ايضا. احنا سالناه وقال لنا ان اول المبادره هتنطلق من جمهوريه مصر العربيه ومن السعوديه. انا حابه طبعا ان انا اقول لحضراتكم ان هذه المشروعات من اهميتها طبعا زي ما قلنا انها بتساعد على حل ازمه البطاله في الوقت الحالي، وبتساعد ايضا على تنميه الاسر نفسها وتنميه الاقتصاد الوطني للدوله. بالاضافه طبعا ان المشروعات دي محتاجه حد ينظر لها بعين الاعتبار، يعني محتاجه طبعا زي ما قلنا الدوله بتقوم بدورها، احنا عندنا هنا في مصر جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، ايضا محتاجه رجال الاعمال ان هم يمولوا هذه المشروعات. انا طبعا بتقدم بكل التحيه لكل رجال الاعمال الوطنيين اللي ساندوا الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره بعد جائحه كورونا. الدوله قامت بدور كبير جدا زي ما قلنا في دعم وفي دعم الاسر المتضرره والعماله الغير منتظمه، وطبعا كان في راتب شهري حتى لو كان بسيط ولكن بيعف هذه الاسر. ايضا رجال الاعمال عليهم دور كبير جدا انهم يساعدوا ويساهموا ويساندوا الحكومه المصريه، لان الاقتصاد والقطاع الخاص مهم جدا جدا بجانب قطاع الحكومه في اي دوله، مهم جدا بجانب قطاع الحكومه في اي دوله لتنميه طبعا اقتصاد هذه الدول. احنا طبعا مش هنقدر ننسى ان احنا نشكر الحكومه المصريه ونشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المشروعات القوميه اللي تم افتتاحها خلال الفتره الاخيره، وانا يعني سعيده جدا لما بعمل بحث وبشوف كميه المشروعات اللي تم انجازها خلال الفتره الاخيره، مشروعات عملاقه، مشروعات فعلا قوميه يعني احتاجت لتنفيذها لملايين الجنيهات. طبعا يا جماعة كمان احب طبعا اقول لمشاهدينا الكرام ان البروتوكول التعاون الذي تم والذي عقد بين رجل الاعمال ابراهيم اصلان وبين جمعية الحلم العربي للعمل الانساني والتنمية المستدامة برئاسة الدكتورة عبير سليمان، البروتوكول ده كان بيهدف طبعا زي ما قلنا لمساعدة الاسر المنتجة ومساعدة الاسر المنتجة
وأيضا لمساعدة في حل أزمة البطالة. الحقيقة مؤسسة الحلم العربي ليها في الفترة الأخيرة ليها مبادرات كبيرة جدا في الشارع العربي وفي داخل جمهورية مصر العربية، مبادرات كبيرة جدا وكتير لمساندة الاقتصاد ودعم المرأة بصفة خاصة. طبعا احنا سألنا دكتورة عبير سليمان ووجهناها لها عدة أسئلة، يعني تقول لنا ايه هو أهداف البروتوكول الذي تم وبيهدف إلى ايه وأهميته في الوقت الحالي، اللي هو تطبيق مشروع ديليفري لتوصيل وتصدير منتجات الأسر المصرية المنتجة إلى السعودية وإلى بعض الدول العربية. طبعا دكتور عبير سليمان هي اكدت ان المشروع هيساعد على تنميه الاقتصاد الوطني للدوله، وهيساعد الاسر المتضرره وحل ازمه البطاله وتشغيل الايد العامله. طبعا برضو في فترة المقبلة بإذن الله الجمعية عاملة حفل في نادي محافظة الفيوم بحضور المحافظ لتكريم فريق العزل بالفيوم الذي قام بدور كبير جدا أثناء جائحة كورونا اتجاه طبعا المرضى واتجاه المتضررين. وإحنا قلنا إن أي حد بيعمل عمل طيب لازم نشكره ولازم نقدم له تكريم علشان يكون حافز ليه وداعم ليه، يكون عنده مزيد من العطاء. دي طبعا لفتة إنسانية جميلة جدا دكتورة عبير سليمان هتقوم بها خلال الفترة القادمة بإذن الله، وجهت لنا دعوة للحضور والمشاركة بالحفل وتكريم فريق العزل بالفيوم. طبعا لا شك إن قطاع الأسر المنتجة بيلعب دور كبير جدا زي ما قلنا في التنمية وفي الاقتصاد، وبيهدف إلى تحويل مشاريع هذه المشاريع إلى مشاريع تجارية ناجحة، بتبقى مش مجرد مشاريع صغيرة. طبعا أيضا المشروع اللي هو تطبيق ديليفري لتوصيل المنتجات الأسر المنتجة إلى الدول العربية أو الدول الغير عربية، المشروع ده هيساعد على إيه يا جماعة؟ هيساعد أولا على مش هقول تقليل الهجرة، على منع الهجرة وتقليل الهجرة في بعض الدول العربية، لأنه هيفتح المجال لتشغيل الأيدي العاملة. هيساعد أيضا في إقامة المعارض وفتح قنوات للتسويق وخلق روح المنافسة ورفع مستوى المعيشة لهذه الأسر. الميزة يا جماعة إن المشروع أعزائي المشاهدين، الميزة إن المشروع تطبيق ديليفري إنه مش مجرد إنه بس قائم على توصيل المنتجات لبعض الدول، مش مجرد بس همسة وصل، لا، الميزة فيه كمان إنه في قطاعات أخرى هتشارك وهتساعد في هذا المشروع وهيتم تشغيلها أيضا، منها قطاع النقل الذي سيساعد في توصيل هذه المنتجات إلى الأسواق، يبقى قطاع النقل معانا هيكون أيضا مستفيد من هذا المشروع. تاني حاجة غير قطاع النقل هيكون القنوات، قطاع الدعم الفني، لأن إن شاء الله هيكون في قناة على اليوتيوب هتكون خاصة بتسويق هذه المنتجات للأسر المنتجة، فأيضا هيكون عندي قطاع آخر هيستفيد من وجود هذه المشروعات، فأيضا هيكون في أيدي عاملة هتشتغل هنساعد في حل أزمة البطالة. فكل ده احنا أهم حاجة في أي مشروع إنه لما يبدأ يحاول إن هو يشغل أيدي عاملة مختلفة معاه ويشغل أيدي عاملة كثيرة علشان خاطر إنها نحل طبعا أزمة البطالة زي ما قلنا. الدراسة مستفيدة جدا، دراسة المشروع تطبيق ديليفري، وإحنا ننتظر تليفون من دكتور إبراهيم أصلان لأنه أكتر واحد هيقدر يتكلم عن هذا المشروع باستفاضة. طبعا أنا قبل ما أطلع بالحلقة أنا عجبني جدا المشروع وتناقشت معاه فيه علشان أعرف التحديات اللي واجهته والخطوات اللي بدأت في المشروع، وقلت له خططك المستقبلية يا دكتور إن شاء الله بعد تطبيق المشروع. قال لي أول حاجة لازم نستخرج التراخيص، يكون في ترخيص الأول قبل ما نبتدي في المشروع، لكن دراسة الجدوى موجودة. وطبعا البروتوكول التعاون الذي عقد بين دكتور إبراهيم وبين جمعية الحلم العربي كان بيهدف إلى مساعدة هذه الأسر، وجمعية الحلم العربي لها دور كبير
في دعم هذه الأسر لأنها بتعمل تحت وزارة التضامن الاجتماعي، ومن هنا عندها قائمة بعدد هذه الأسر المنتجة في كل القطاعات سواء كانت في محافظة الفيوم أو في محافظات مصر. من هنا هتكون الجمعية هتقدر تساعد القائم على هذا المشروع أنه يعني يتواصل أكتر مع هذه الأسر ويعرف احتياجاتها، وعلشان خاطر أن احنا نقدر نساعدهم ونوصل منتجاتهم للدول العربية والغير عربية. بسؤال دكتور إبراهيم، الخطط المستقبلية بعد عقد بروتوكول التعاون، قال لي يعني هو جاوب طبعا، قال لي ان شاء الله احنا هنعمل ملتقى للاستثمار النسائي في قطاع الاسر المنتجه مصر والدول العربيه. هذا الملتقى هيضم عدد كبير من هذه الاسر سواء كان عناصر نسائيه او افراد الاسره بالكامل، علشان خاطر يكون في تبادل خبرات ويقدموا الموهبه بتاعتهم. تاني حاجه هيكون في سرد لبعض قصص النجاح طبعا في هذا المجال. القصص النجاح دائما بتخلي الانسان يكون عنده يحاول ان هو يقلد، يحاول ان هو يستفيد من تجارب الاخرين، يحاول ان هو يعني يحاول ان هو يطور من نفسه ويشوف الخطوات اللي سبقته ويحاول ان هو يجتازها. ودلوقتي معانا على الهاتف رجل الأعمال إبراهيم أصلان علشان خاطر يقول لنا يجاوبنا على الأسئلة طبعا حول مشروع تطبيق ديليفري. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم أصلان، إزاي حضرتك؟ الله يخليك. كل عام وحضرتك بخير. أنا بتوجه لك بكل الشكر على حسك الوطني وهذا المشروع القيم اللي هيساعدنا في حل أزمة البطالة، وهيساعد في تشغيل الأيدي العاملة، وهيساعد في تنمية الاقتصاد الوطني للدولة. وأنا يعني حضرتك نموذج للرجال الأعمال المشرفة اللي المفروض يعني تكون حضرتك نموذج لكثير من رجال الأعمال أنهم يحاولوا أن هم فعلا يساعدوا الحكومة في تشغيل الشباب. طبعا يا فندم الدراسة حضرتك وافية وكافية، بس احنا حابين نعرف من حضرتك بعض النقاط توضحها للسادة المشاهدين. من خلال الدراسة التي قدمتها حضرتك طلبت بضرورة الاهتمام بقطاع الأسر المنتجة واستخراج التراخيص المطلوبة حتى تستطيع هذه الفئة من الاستمرارية. تعليق سيادتك، وهل في صعوبة في استخراج التراخيص؟ لا طبعا، الدولة هتشارك طبعا من كروت تصريح ترخيص، طبعا وزارة الاتصالات هتوفر اننا نقدر نعمل انتشار لهذا التطبيق من خلال وزارة الاتصالات المصرية. هنحصل على ترخيص كمان من وزارة النقل والمواصلات علشان اشجع مجال التصدير والاستيراد باذن الله. وطبعا وزارة التجارة والاستثمار هتساعد في اعطاء السجل التجاري. جميل، فان شاء الله ما فيش اي صعوبة، في كل دول العالم بتعمل كل التسهيلات المتاحة. اتفضل. تمام يا فندم، كنت عايزة أعرف من حضرتك أهداف مشروع تطبيق ديليفري لتوصيل وتصدير منتجات الأسر المصرية المنتجة إلى الدول العربية والغير عربية، وخاصة بعد جائحة كورونا. حضرتك ممكن تكلمني عن فكرة المشروع؟ حضرتك الفكرة جاءت من أين؟ الفكرة الحمد لله نبعت وأنا في مكة المكرمة، وهي طبعا معروف أن مكة المكرمة هي مهبط الوحي وجدة كمان معبر الحرمين الشريفين وبوابة التاريخ. أثناء نبعت الفكرة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد، وده مشروع الحمد لله يتوافق مع الرؤية المصرية الاستراتيجية للتقدم والتنمية المستدامة. وطبعا لازم نوضع أسس التنافسية للانطلاق نحو الريادة. طبعا مهم جدا، نحاول اقتصاديا وتكنولوجيا من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المصرية التنموية. ويعتبر كمان ان هو دور اساس في تعزيز مكانه مصر عربيا وعالميا والوصول بها الى قمه الرياده ضمن الاقتصاديات الرقميه. وطبعا انا حضرتك لقيت انخفاضات في الاشهر الاربعه اثناء الجائحه اللي فاتت في ظل اغلاق الاقتصاد الجزئي والضوابط الاحترازيه وقف عشان توقف انتشار جائحه فيروس كورونا العالمي. وطبعا كل طلبات التصدير والاستيراد للاسف بشكل حاد توقفت. ده اللي خلاني ان انا افكر في شيء، حتى الاسر في بيوتها محتاجه توصل منتجها، مش قادره. الاسر اتضررت كتير، وكان هدفي
المرأة المصرية هي قادرة على وتحمل المسؤولية كل جدارة. وطبعا التطبيق ده بيفيد همزة وصل، وهو يتزامن مع برنامج تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء المجتمع، بينعم هو وأفراده بأسلوب حياة متوازن. جميل. وطبعا لقيت طبعا وزارات التنمية والتضامن الاجتماعي في الدول العربية، فكان بتمنى ان يكون من الاهداف الاستراتيجيه التي تتبناها وزاره التضامن الاجتماعي المصريه لتحقيق رؤيه 2030 اللي مصر بتهدف اليها من خلال برامج ومشاريع ان شاء الله بنقدمها. اتفضل. تمام يا فندم. هناك بروتوكول تعاون عقد بين سيادتكم وبين مؤسسة الحلم العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة بخصوص هذا الشأن، ما المردود من هذا التعاون وما دور الجمعية يا فندم في هذا المشروع؟ المؤسسة دي ما شاء الله بتمثلها السيدة عديد سليمان، هي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحلم العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة، وكان هدفها في الأيام والفترة اللي فاتت إن هي بتساعد الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا. فكون شريك معايا لمساعدة الأسر المنتجة وخاصة الأسر المؤسسة حوالي 15 سنة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي المصري، ولها دور في خدمة الأسر المتعففة اللي هم ما بيطلبوش، بيبقوا أسر متعففة محتاجين بس ما بيتكلموش. وطبعا المؤسسة دي عجبتني جدا عشان عندها علم ومعلومات كافية عن الأسر المنتجة وعددها، وبدأت في الفيوم وانتشرت في باقي محافظات مصر، وكان إنتاج كل أسرة طبعا بيتم التعاون مع المؤسسة عشان توصل هذا المنتوج. فعجبتني جدا، ومحاولة ترويج طبعا وتسويق المنتج ده لهؤلاء الأسر هيساعد في رفع مستوى المعيشة وخاصة إنتاج المرأة المعيلة. تمام حضرتك؟ تمام يا فندم. مع حضرتك. حضرتك أكدت إن من أهداف المشروع هو مساعدة الاقتصاد الوطني للدولة ومساعدة الأسر المتضررة من جائحة كورونا وحل أزمة البطالة وتشغيل الأيدي العاملة. ممكن حضرتك تقول لنا خريطة العمل الفترة المقبلة؟ البداية ستكون من أين؟ من مصر ولا من السعودية؟ طبعا خريطة العمل الخطط المستقبلية قبل حضرتك ولا لا؟ طبعا البداية هتبقى إن شاء الله في مصر. مصر متميزة عربيا ودوليا وعالميا، خصوصا هي بتقع بين ثلاث قارات عالميه، افريقيا واسيا واوروبا، وبتمنى يا رب ان شاء الله تكون مصر رائده في هذه المنطقه. وطبعا مصر انها يبلغ عدد الاسر المنتجه فيها حوالي 3 مليون، فده اللي خلاني وشجعني ان انا ابدا بيها قبل اي دوله عربيه اخرى. طبعا انطلقت المغرب، لبنان عايزه التطبيق، تونس عايزه التطبيق، اليمن عايزه، السودان، كل الدول، الجزائر كمان طلبوني امس حضرتك، وهنا كمان شركات برضو طلبوا التطبيق. حوالي في شركه كبيره عندها 400 ما شاء الله سياره، قالوا احنا بنشتغلوا من الباطن مع شركه. فاحنا يا استاذ ابراهيم دكتور المشروع بتاعك هايل جدا، وبنتمنى نفتح فيه المملكه كمان، لان المملكه فيها 13 منطقه وكل منطقه من 18 ل 20 محافظه، وطبعا هنا حوالي 65 الف اسره في المملكه. تمام. وطبعا سيادتك عارفه الحرف عباره عن صناعه حرفيه تراثيه ومأكولات، يعني كل ما تنتجه المراه السعوديه والمراه العربيه عموما والمراه المصريه اولا باذن الله. تمام يا فندم. حضرتك أكدت أن من أهداف المشروع أيضا توصيل منتجات الأسر المصرية المنتجة والحرف الفنية والصناعات التقليدية اليدوية إلى العالمية. هل يا فندم حضرتك واضح في الاعتبار تدريب وتنمية مهارات هذه الأسر؟ أو طبعا حضرتك احنا هنعمل لهم حاجات جميلة، إن احنا هنعمل لهم حاجات، هنشجعوا زيادة منتجات المستوردين والمصدرين، وهنقدمه كمان طبعا حضرتك. طبعا يا فندم. وحضرتك ايضا برضو اكدت ان هذا المشروع من المفترض انه سينقل الاسر المصريه البسيطه الى مستوى معيشي افضل، خاصه لو تم بيع هذه المنتجات للسائحين في المدن الساحليه المصريه. عايز اعرف تعليق حضرتك برضو، هيكون في نشاط سياحي برضو؟ طبعا حضرتك، لان طبعا المنتجات الأسر دي كمان حضرتك طبعا المنتجات التراثيه، السائحين بيحبوا المنتجات طبعا اللي فيها نوع من التراث، نوع من اداه التواصل، وبتساعد
بتسافر وبتبقى بتعبر عن السياحة المصرية كأداة من أدوات السياحة. تمام حضرتك؟ تمام يا فندم. كنت عايزه اسال حضرتك برضو، معلش احنا مطولين عليك، انا بس يعني بعض اسئله بس. حضرتك كرجل اعمال، ترى ان المستقبل في الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر وفتح باب التصدير لهذه المنتجات وخاصه بعد جائحه كورونا؟ كنت عايزه اسال حضرتك، هل في تحديات امام تحقيق هذا الحلم وتحويل المشاريع الاسر المنتجه الى مشاريع تجاريه ناجحه؟ في تحديات يا فندم؟ لا طبعا مفيش حضرتك التحديات، يعني مفيش كل هذا، لا توجد تحديات تحقيق هذا الحلم، بل توجد تسهيلات. طبعا نتمنى من معالي الساده الوزراء ان يبادروا بها. طبعا في وزارات خدميه وفي وزارات زي الصحه والتضامن الاجتماعي والداخليه والسياحه والاعلام والعمل والهجره والتجاره والاستثمار، كلها تشارك في حل هذه العقبات اللي ممكن تواجهها. تمام يا فندم. طب كنت عايز اعرف من حضرتك خططك المستقبليه. والله الخطط المستقبليه طبعا هنعمل ملتقى للاستثمار ان شاء الله نسائي في قطاع منتجات الاسر المنتجه بمصر، هنسرد بعض قصص النجاح في هذا المجال، هنعمل حلول تمويليه للمشاريع الصغيره والمتوسطه النسائيه، هنقترح لوزاره التضامن انها تاسس مركز بحوث واستشارات لاجراء الدراسات المتكامله للمشاريع النسائيه تشرف عليها هذه الوزاره الرائعه. سنقوم بتشكيل جمعيه عربيه للاعلام متخصصه في شان الاسر المنتجه، تنشر كل ما يهم الاسر المنتجه العربيه لتكوين رؤى عربيه ونقل تجارب الاسر من جميع اقطار البلدان العربيه والافريقيه. ما ننساوش ان احنا كمان مصر عربيا وافريقيا، وتكون مصر رائده لتاسيس الاسر المنتجه الافريقيه. طبعا المجلس الافريقي عدد الدول 55 دوله افريقيه، وعندنا هنا في المملكه طبعا في بنك التنميه الاسلامي طبعا في 57 وزير تضامن من السوش وشؤون اجتماعيه. نتمنى دعوه هؤلاء 57 دوله اسلاميه وعربيه اعضاء البنك الاسلامي للتنميه بالمملكه ان هم يشرفونا في عقد معرض دولي لكل منتجات هذه البلدان، ال 57 مع البنك الاسلامي وال 55 مع مجلس الاتحاد الافريقي. وطبعا هنقوم ان شاء الله هنعلن عن تنظيم مؤتمر استثماري كبير، وهنقدم حلول لعدد 170 مشروع استثماري بكامل دراسات جدواهم، وطبعا هيبقى يتزامن معهم مؤتمر صحفي واعلامي وتلفزيوني وحفل كبير يحضره الساده المستثمرون والوزراء من انحاء الدول العربيه المهتمه بدعم وتمويل مشروعات الاسر المنتجه. طبعا عندنا ما شاء الله في رجال اعمال كتير بيساعدوا الاسر المنتجه ويشجعوهم عشان يقتاتوا من يد عملهم، كما حسنا الرسول صلى الله عليه وسلم العمل من الايدي. طبعا ستتحول مستقبلا الاسر تساهم في التنميه الحقيقيه والشامله والمستدامه. وطبعا انا بتمنى من الله عز وجل ان انا تاسيس قناه فضائيه متخصصه تسمى قناه الاسره العربيه. قناه الاسره العربيه هتعرض كل منتجات هذه الاسر، وكمان انا ببادر بمجله ان شاء الله متخصصه ساقوم بانشائها على اليوتيوب من اجل دعم هذا المشروع التنموي. تمام يا فندم. انا طبعا عايزه اسال حضرتك لو في اي نقاط هامه حضرتك تحب تلقي عليها الضوء من خلال الدراسة القيمة اللي حضرتك قدمتها لتطبيق مشروع ديليفري توصيل منتجات الأسر المنتجة إلى الدول العربية والغير عربية، لو في أي نقاط هامة يا فندم حضرتك تحب تلقي الضوء عليها اتفضل. والله يا حضرتك يعني احنا حضرتك طبعا احنا اتكلمنا عن تأسيس قناة على اليوتيوب لتسويق منتجات الأسر، لو تحب حضرتك تكلمني عن القناة. هي هتبقى ان شاء الله قناه فضائيه هتشارك الدول ان شاء الله هتهتم بالتطبيق، لان التطبيق ده هيكون مصريا وعربيا وعالميا. وطبعا تطبيق ما شاء الله يعني كل دول العالم جالي اتصالات، انهالت اتصالات من دول الحمد لله. وطبعا المملكه المغربيه كمان تبارك الله لانه عندهم وزاره صناعات تقليديه وحرف فنيه، طبعا وزاره السياحه ما شاء الله في الدول المغربيه واوروبا حابين ياخدوا التطبيق وهيتم تطويره لاوروبا كلها، لان اوروبا كلها فيها وزارات السياحه والصناعه التقليديه مرتبطه ببعض.
ونفسي كمان حضرتك بحلم بتأسيس مجلس عربي للأسر المنتجة، أيوة يا يكون فندم، تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تمام، يكون تابع لجامعة الدول العربية، وتأسيس صندوق مالي واستثماري واقتصادي لرعاية هؤلاء الأسر المنتجة العربية. تمام يا فندم، أنا بشكر حضرتك جدا 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 رجل الأعمال المصري إبراهيم أصلان على المداخلة الهامة، وعلى حضرتك وضحت لنا طبعا الدراسة القيمة للمشروع. كل الشكر لحضرتك، وبتمنى من كل رجال الأعمال الوطنيين أنهم يكون عندهم حس وطني مثل حضرتك، وأنهم يساعدوا في تشغيل الشباب وحل أزمة البطالة ومساعدة القطاع الحكومي طبعا لتنمية الاقتصاد الوطني للدولة. كل الشكر لحضرتك يا فندم. طبعا يا جماعه، من خلال اعزائي المشاهدين، من خلال المداخله التلفونيه مع دكتور ابراهيم اصلان، طبعا احنا يعني القى الضوء على نقاط هامه جدا في المشروع الجديد اللي هو تطبيق ديليفري لتوصيل المنتجات للدول العربيه والغير عربيه، توصيل منتجات الاسر المصريه المنتجه. طبعا هو قال احنا طبعا الفتره القادمه في بعض التصاريح ان هيتم استخراجها من بعض الوزارات للمساعده في تسهيل المشروع. أيضا اتكلم عن تأسيس مجلس عربي يكون تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويكون تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية لمساعدة هذه الأسر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. اتكلم أيضا عن توفير الدعم لهذه الأسر ووجود صندوق يدعم هذه الأسر حتى تستطيع من تنمية موهبتها ومساعدة طبعا اقتصاد الدولة، بالإضافة كمان إلى تشغيل الأيد العاملة. كل الشكر للدكتور إبراهيم، كل الشكر دكتور إبراهيم أصلاً. والآن مع مداخلة تلفونية مع العميد رجب الدسوقي الخبير الكيميائي، العميد دكتور رجب الدسوقي، علشان خاطر نعرف منه رأيه في المشروع، في تنمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني للدولة. ألو الو اي فندم، اهلا اهلا. كل عام وحضرتك بخير سياده العميد، واحنا بنشكر حضرتك جدا المداخله التلفونيه مع حضرتك، وان مداخله حضرتك وتعطينا رايك في هذا النقاش. كنت عايزه اسال حضرتك الان في اهميه المشروعات الصغيره والمتوسطه في تنميه اقتصاد الدوله، تعليق حضرتك على هذا على هذه الحلقه. والله يا دكتورة نجوى، بصراحة أنا حسيت بالفخر والاعتزاز بأن في ناس ما زالت في المجتمع ناس محترمة زي الدكتور إبراهيم أصلان وزي القناة الجميلة بتاعتكم. شكرا. وزي الدكتور عبد والناس المخلصين كلهم في ظل هذا الزخم اللي موجود على الساحة ومشاكل المتراكمه اللي بتواجه البلد. وكان الله في عون الرئيس السيسي اللي بصراحه بيحاولوا يجيبوه لورا، وهو الراجل مندفع لقدام بكل جهده في التنميه لهذا البلد العريق. الموضوع الحقيقه بتاعكم موضوع يعني بصراحه موضوع يعني جه في وقته، وموضوع هام جدا 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 في ظل الظروف اللي بتقوم بها البلد، وفي ظل الاقتصاد المصري، وفي ظل المساعده في التنميه والمساعده في رفع شان الناس البسطاء المصريين. وكانت الدوله صداقه في ممثله في وزاره التضامن الاجتماعي لما عملوا مشروع الاسر المنتجه، وكان الرئيس بصراحه بيشجع هذا المشروع وبيحضر المعارض بتاعته بنفسه، وكنا بنشوف هذا على اساس التلفزيون. وهذا الموضوع الحقيقه يعني 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 مش موضوع مصر بحت، او موضوع عالمي. يعني انا شفته بصراحه في دول اوروبا وفي دول شرق اسيا. على سبيل المثال كنا لما بنسافر الصين ونشوف الاقتصاد بتاعهم قايم ازاي، هي مش شركات كبيره قوي او شركات حتى متوسطه، لا ده شارع كل البيوت اللي موجوده في هذا الشارع
من بدايته لنهايته عباره عن ورش انتاجيه، كل بيت بيقوم بتصنيع كومبوننت معين، في النهايه بيطلع في اخر الشارع جهاز الكرتونه بتاعته جاهز للتصدير. كل الاقتصاد الصيني مبني على هذا، وفي الهند نفس الكلام، وفي دول كثيره حتى في دول اوروبا كنا بنشوف بيعملوا المشروع ده في شكل اسواق اسبوعيه شعبيه، بيشجعوا الشباب ان هم بعربيات مجهزه يعرضوا منتجاتهم، وبيبقى السوق رائجه جدا. يعني احنا كنا في اوروبا بننزل هذه الاسواق نشتري كل احتياجاتنا باسعار رخيصه، وكلها منتجات شبابيه جميله كويسه، سواء انتكاس سواء في كل الحياه المجالات، بتلاقي ان كل الاذواق موجوده ومعروضه. خدت بال حضرتك؟ تمام. فهذه المؤسسه اللي انتم بتسموها يعني الحلم العربي للتنميه المستدامه، والحقيقه لما اثر الدكتور اصلان قال ان هيعمل بنك تمويل لهذا المشروع، واداره عربيه لمتابعه هذا المشروع على مستوى دول عربيه كثيره وتشارك فيه، فهذا يعني شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. احنا على مستوى الشعبي على فكره يا دكتوره نجوى بنلاقي الاسواق الشعبيه عندنا في مصر يعني على مستوى كل مدينه لها يوم في الاسبوع بتعمل سوق شعبي. تمام. بنلاقي في السوق الشعبي المنتجات الاسر معروضه باسلوب جميل، وعرضنا الشباب باسلوب جميل، والناس البسيطة كمان عارضة حاجات تمثل ما ينتجه الرجل البسيط اللي ذو دخل بسيط اللي بينمي عمله، واللي بتحتاجها الأسرة المصرية والست الفلاحة. يعني الست الفلاحة لما تخش بيت الست الفلاحة بتلاقي عندها آلاف أو عدد صغيرة بتزاول بها عملها وبتنمي بها عملها جنب جزء الراجل الفلاح البسيط، وهذه المنتجات بتبقى معروضه في هذه الاسواق الشعبيه. يعني معلش اللي هو الموضوع بسيط جدا، بس على سبيل المثال الست فلاحه لما بتعمل الجبنه القريش وبتجيب حصيره الجبنه من السوق، الحصيره الجبنه دي قام بها برضه ناس على نمط الاسر المنتجه علشان تحدي هذا الغرض. تمام. الاوعيه اللي هي بتحلب بيها مثلا اللبن بتاعها، الحصير اللي بتفرشه في البيت بتاعها علشان يقعدوا عليه او يناموا عليه، في ناس بسيطه جدا ما زالت موجوده في ريف مصر العظيم بتاعنا. فهذا الموضوع يعني بادئ من زمان كنمط شعبي للشعب المصري، وتمثل بعد كده خد ابذه جميله في عهد سابق وما زال، اللي هو مشروع الاسر المنتجه. تمام. وبتقوم به وزاره التضامن الاجتماعي باسلوب جيد جدا، وبتعمل معارض. سبحان الله يقوم النهارده نوصل لنتيجه جميله جدا يقوم بها رجال اعمال مخلصين الدكتور ابراهيم اصلان، ويطلع هذا المشروع النهارده للعالميه بهذا المنظر. ده شيء جميل جدا، وشيء يعني الانسان المصري يسعد بيه ونشجعه من كل قلبنا. وطبعا برجع لسؤال حضرتك ان هذا في النهايه هيساهم مساهمه كبيره في تنميه الاقتصاد المصري، لان الاقتصاد المصري هو عباره عن مستوى معيشه الفرد. كل ما كان مستوى معيشه الفرد داخل الاسر البسيطه المصريه مرتفع او محترم، ده بيدل على تماسك الاقتصاد المصري على المستوى الكبير للبلد، وبمؤسسه الحلم العربي وبالمبادره الجميله للدكتور ابراهيم اصلان هيكون هناك شان جامد وشان كبير وشان جميل في هذا الموضوع، وهننافس بيه دول كثيره، وهننافس بيه يعني اماكن كثيره في العالم ممكن تكون سبقتنا لهذا المجال، بحيث ان احنا هذا الموضوع لما يتم
تعميمه وتقنينه وازاله المصاعد من امامه هيكون شيء جميل جدا، وهيساعد كمان للشباب ان هي تبتكر وتنمي نفسها، وهنقضي على مشروع البطاله وهيبقى له فوائد كثيره جدا جدا. وانا بحييكم يا دكتوره نجوى على هذه كل الشكر الجميله، وربنا يعني كل الشكر سياده العميد رجب الدسوقي، كل الشكر سيادة العميد الدكتور رجب الدسوقي على هذه المداخلة القيمة، كل الشكر لحضرتك. طبعا انت بحس وطني اولا، شجعت جدا المبادرة، وان شاء الله بإذن الله يتم استخراج الترخيص المطلوبة وتصل للنور، ويتم فعلا يعني تنفيذ المردود من على ارض الواقع، وهو مساعدة الاسر المتعففة ومساعدة الاسر المنتجة والوصول بالمنتج الى العالمية ورفع مستوى المعيشة وتقليل نسبة البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني للدولة. كل الشكر سيادة العميد رجب الدسوقي على هذه المداخلة. وطبعا الحمد لله احنا بدأنا نشوف ردود الافعال يعني قوية جدا على تطبيق المشروع، وهذا حقيقي بيشجع القائمين على المشروع، وطبعا بيعطي ايضا فرصة لتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع. أنا في موضوع تاني أحب أن أنا أتكلم فيه، هو طبعا يعني له صلة بهذا الموضوع. أنا بشكر جدا سيادة الفريق، طبعا سيادة الوزير كامل الوزير على وزير النقل على يعني المشروعات القيمة اللي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة في جمهورية مصر العربية من طرق وكباري، خاصة أن أمس كان في افتتاح يعني الخط يعني كان في افتتاح للخط الثالث للمترو المرحلة الرابعة، وكان حاضر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع وبارك المشروع، وقام يعني بتصريحات هامة جدا قام بتصريحات هامة جدا خلال هذا اللقاء. عايزين نتعرف يعني على أهم يعني النقاط، أبرز التصريحات لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بعد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. الحقيقة أن الرئيس طالب الرأي العام المصري بالتكاتف في مواجهة التحديات. طبعا كل يعني كل الشعب المصري لازم يكون مدرك ان في تحديات بتواجه الدولة المصرية. طبعا التحديات دي معروفة، سواء كانت تحديات اقتصادية بعد جائحة كورونا، او سواء كانت تحديات موجودة يعني الارهاب الموجود في سيناء. طبعا الحمد لله القوات المسلحة بتواجه بشراسة في تحديات الامن القومي المصري. فسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الشعب المصري والرأي العام انه يتكاتف حول مواجهة التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية، واعتقد ان ده يعني يعني مطلب وطني وموجود بداخل كل مواطن مصري محب الأرض هذا الوطن. كما ايضا كان من اهم التصريحات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهها امس في خلال وجوده في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، قال كل قطاع نحدثه ونتحدث عنه الرقم فيه يقترب من تريليون جنيه. يعني كل المشروعات اللي بيتم تنفيذها على أرض الواقع بتحتاج مبالغ ضخمة ومبالغ كبيرة جدا. حجم العمل الذي يتم وحجم التمويل ضخم جدا، وهذا يعكس حرص الدولة لتحسين حياة المواطن المصري في كل القطاعات. الرئيس أيضا قال نحن لا نهتم بالعواصم فقط ولا نترك مكان في مصر إلا ونهتم بتطويره. نرفع كفاءة المساكن ونستكمل الصرف الصحي والمياه والكهرباء وشبكات الطرق والترع والمصارف. طبعا من أهم ما قيل أمس الرئيس طالب يعني قام بمطالبة الإعلام، قال الإعلام عليه دور أن يبرز ما يتم في جمهورية مصر العربية وليس المحافظات الرئيسية والعواصم فقط. الحقيقة الإعلام في الوقت الحالي عليه دور كبير جدا، وهو دور وطني، وهو مساندة الدولة المصرية، خاصة مع وجود كل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية لازم الإعلام يكون هو
مرآة المجتمع، ولازم يلقي الضوء على أبرز المشروعات التي بيتم فعلا افتتاحها كل يوم وبتتم وبتنفذ على أرض الواقع. مش مشروعات كبيرة وبس، لا، الرئيس اهتم كل المشروعات في الدولة، بنية تحتية، الصرف الصحي، المياه، شبكات، طرق، العاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة مصر أصبحت وجهة مشرفة أمام العالم كله بعد افتتاح العدد الهائل والكبير من المشروعات القومية اللي كل يوم الحمد لله بيتم افتتاحها. وبفضل الله جائحة كورونا لم يتوقف العمل، لم يتوقف العمل يوم واحد، لم يتوقف الإنجاز، بل بالعكس الإنجاز كل يوم ما زال مستمر رغم الصعاب ورغم التحديات اللي احنا بنواجهها. لكن بفضل الله وبوجود قيادة حكيمة وزي الموجودة زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكن لها كل الاحترام وبقدم له كل التحية على الإنجازات اللي كل يوم بتتم. أيضا كان من أهم التصريحات الرئيس قالها أمس: أنا مسؤول معكم وليس مسؤول عنكم فقط، لكي ننجح معا في كافة القطاعات. المشروعات معظمها ممولة بقروض، ونحتاج فقط أن نحافظ على كفاءة المرافق وصيانتها وتشغيلها. نحن لا نحتاج منكم سداد القروض ولا فوائدها. طبعا التسعير المضبوط للخدمة كي نستطيع المحافظة على مرافقنا مئات السنين. فطبعا زي المشروعات اللي تم افتتاحها أمس، مشروعات السكك الحديدية، طبعا بتحتاج من المواطن المصري أنه يهتم وأنه يحافظ على المشروع القومي من طبعا من أي تعامل غير منضبط. حتى كان في بعض يعني فئات من الشعب كانوا ذكروا أن التذكرة يعني غالية، لكن التذكرة بمقابل الخدمة التي تقدم، لأن المشروعات دي معمولة بقروض، مشروعات ضخمة بتحتاج ل يعني مش هقول مليارات، تريليونات يعني الدولارات علشان خاطر تنفذ على أرض الواقع. فالرئيس قال احنا بس يعني بنطالب الشعب انه يحافظ على الخدمة والتسعير المنضبط للخدمة كي نستطيع المحافظة على مرافقنا مئات السنين. في السكة الحديد لم نتابع تطور تكاليف التشغيل وحصولنا من متلقي الخدمة، وهذا كان سبب انهيار السكة الحديد في مصر خلال الفترة السابقة. حافظنا بفضل الله منذ بداية أزمة كورونا الحمد لله على العمالة. نحتاج وسائل الإعلام للتأكيد على تجديد الإجراءات الاحترازية لكي نتعامل مع كورونا بشكل يليق بالشعب المصري. طبعا احنا عارفين ان جائحة كورونا، احنا سمعنا ان الفترة الجاية في موجة جاية اخرى من كورونا، ولكن احنا علينا ان احنا طبعا نستمر في اتباع الطرق يعني الوقائية والاجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة الشخصية والمحافظة على يعني صحة الآخرين. لأن للأسف في يعني الشعب المصري منقسم لأكثر من قسم، في قسم إلى الآن مش معترف أصلا إن في كورونا، وفي قسم آخر عارف إن في كورونا لكن مش بيتخذ الإجراءات الاحترازية، أو في بس قسم ملتزم. لكن إحنا الفترة القادمة لازم إن شاء الله نكون يعني نتخذ الإجراءات الاحترازية من اليوم علشان خاطر نمر بسلام بإذن الله من هذه الجائحة. وإحنا عارفين إن مصر وقفت بدور كبير جدا، والاقتصاد المصري وقف بدور كبير جدا خلال هذه الجائحة، رغم ان احنا شفنا اقتصاديات دول كبرى زي الولايات المتحدة واوروبا ما قدرش يقف امام هذا الوباء، وكان يعني يعني كان في يعني يقترب من الانهيار. ولكن الحمد لله بفضل الله مصر استطاعت ان تقف وتتصدى لهذا الوباء، وزي ما قلنا المشاريع الكبرى لم يعني تقف يوم واحد عن العمل. انا عايزه يا جماعه برضو ايه اطرح معاكم بعض المشاريع القوميه الكبيره اللي تم افتتاحها خلال الفتره الاخيره. يعني انا بجد يعني فخوره ببلدي جدا، يعني كل المشروعات الكبيره اللي تم تنفيذها على ارض الواقع
تستدعي كل من كل مواطن الفخر. طبعا لو احنا مثلا قلنا نموذج بسيط من هذه المشروعات التي تمت، طبعا احنا عارفين مدينه العالمين العاصمه الاداريه الجديده، عارفين طبعا باحيائها الراقيه ومنها حي المال والاعمال. الكلام ده كله يا جماعه مهم جدا ان مصر يكون فيها واجهه، ان لما انت حد يجي لك من بره ضيف من اي دوله يكون عندك مكان يليق بمصر لاستقبال هذه الضيوف. لكن احنا مش بنعمل عاصمه اداريه جديده لمجرد يعني رفاهيه، احنا بنعمل حاجه يعني واجهه لمصرنا الحبيبه تستحق ان تكون فيها مصر. عندنا طبعا مدينه الاسماعيليه الجديده، عندنا شريط النهر السياحي، عندنا مدينه الجلاله، مدينه المنصوره الجديده، كل هذه المدن تم طبعا تطويرها وتم تحديثها وتعتبر من المشروعات القوميه التي تم تنفيذها على ارض الواقع خلال الفتره الاخيره. عندنا مشروع توشكا الجديد، عندنا مشروع رشيد، مدينة رفح الجديدة، مشروع بورسعيد، مشروع تنمية الساحل الشمالي، وغيرها من المشروعات الكبيرة جدا هنستكملها مع حضراتكم. ولكن في يعني خلال الحلقة أنا بحب أشكر كل رجال الأعمال اللي ساعدوا الحكومة المصرية في مواجهة كورونا وخلال الفترة الأخيرة، لأن القطاع الخاص كان عليه دور كبير جدا في عدم تسريح العمالة، كان عليه دور كبير جدا في تشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسبة البطالة. وطبعا أنا بتوجه بالشكر طبعا لكل رجال الأعمال الوطنيين الذين ساعدوا واحتفظوا بالعمالة بالكامل ولم يقوموا بتسريح العمالة أو بتخفيض المرتبات أو يعني بالاستغناء عن بعض العمالة، حتى لو كانت الظروف اضطرت لتقليل نسبة بسيطة من الراتب بسبب الظروف اللي كلنا بنمر بيها. إلى نهاية الحلقة أنا بشكركم جدا وبشكر أسرة البرنامج، وتوجه الشكر لحضراتكم ولدكتور إبراهيم أصلان وسيدة الأعمال دكتورة عبير سليمان على حسها الوطني وعلى المشروع الذي عقد والمبادرة الوطنية بتطبيق مشروع ديليفري لتوصيل منتجات الأسر المنتجة للدول العربية وغير العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.